السلام عليكم. بعد ما تكلمنا على عدة مستشفيات جامعية في عدة ولايات، اليوم يأتي الدور لولاية بومرداس. تكلموا على المستشفى الجامعي بتاع بومرداس هذا، واللي عرف تأخر كبير يعني كالعادة في مشاريعنا، يعني هذه سمة المشاريع في بلادنا، تأخر كبير. إذن المستشفى هذا بعد ما عرف تأخر كبير، يعني الآن يشهد في الآونة الأخيرة عملية تسارع في الأشغال، وإن شاء الله إن شاء الله يعني مع الجزائر الجديدة والمسؤولين الجدد هادو، كل المشاريع في بلادنا تأخذ منحة تصاعدي باش ننتهي في المشاريع هذه وندخل في المشاريع الجديدة. إذن هذا هو المشروع نتاع المستشفى الجامعي، 240 سرير لولاية بومرداس، واللي راح في حوالي يعني نسبة تقدم الإشغال يعني قرابة 70 أو 75%، وتبقى يعني بعد الانتهاء من عمل الأشغال هذه تبدأ العملية تاع التجهيز، إن شاء الله يكتمل في أقرب الآجال. ونخليكم على نهاية الفيديو، والسلام عليكم.